أود أن أوجه باسم مناضلي وقيادة جبهة المستقبل جميل التبريكات والتهاني للسيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بهذا الفوز المستحق والمؤزر بصدق، والذي يعبر حقيقة أن الجزائر منتصرة بأداء مؤسسات لم نألفه فيما سبق. الأكيد أن الجزائر اليوم جزائر 2024 تختلف تماما عن جزائر 2019 وعن جزائر الماضي، وهذا بالنظر إلى مسؤولية المؤسسات وكذلك من خلال مناشدة مسار انتخابي قوي يعكس رؤية جديدة ويعكس مسار الإصلاحات ويعزز الثقة بين الشعب الجزائري والمؤسسات. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.